السلام عليكم كي دايرين عليكم نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير مرحبا بكم في القناه ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الكاطو اللي في الحفله ديال عيد ميلاد ديال بنتي وهكا بعض الوصفات هكذا اللي وجدت كيف ما كتشوفوا هنايا عندي في الطبله وجدت ميني تارت بلا كريم درتهم هكا ميني جو صغيورين هكا وزوينين وعندي ميني تاكوس حتى هما كيجيو زوينين وان شاء الله غنحط لكم الفيديو ديالو ديالهم حتى هما كيجيو زوين وكيجيو ولاد بزاف وهذا لاير كيك اللي غادي نحط ان شاء الله في هذا الفيديو وهنايا عندي ليكاب كاب كيك بلا كريم وهنا بوب كيك حتى هما ان شاء الله غادي نحطهم في القناه وهنايا ميني بيتزا هادو هما الوصفات اللي حضرت في العيد ميلاد ديال بنتي المهم هكا باش تاخذوا افكار بالنسبه لشي وحده اللي باغا تحضر هكا العيد ميلاد لبنتها او لولدها يعني هكا تاخذوا افكار وصافي هنايا خديت في كاسرونه درت 700 ملل ديال الكريمه السائله انا استعملت هلالا غادي نديرها فوق النار يعني حتى كتسخن مزيان كتسخن مزيان حتى كتوصل هكا للمرحله ديال الغلايين وكنطفيو عليها وهنا عندي 360 غرام ديال الشوك شكلاط اسود غادي ندير عليه ديك لا كريم من هكا غادي نخوي فوق نخوي لا فوق الشكلاط الكريمه كيف ما قلت لكم كتكون سخونه مزيان وغادي نخلي واحد ثلاثة دقائق ومن بعد غادي نبدا نخلط مزيان حتى كيندمجوا المكونات وكنحصلوا يعني باش نوجدوا الكاناج ديالنا صافي يعني كنخلط مزيان حتى كنتاكد ان ما بقوش لي هكا يعني الشكلاط هكا حبيبات ديال الشكلاط ولا بقى لاصق هكا في يعني في الاسفل ديال الاناء يعني خاص تخلط مزيان مع الكريمه وغادي ندير عليه هكا البلاستيك الغذائي وغادي ندير هذاك البلاستيك هكا فوق الوجه ديالها فوق الوجه ديالو باش ما يتاش ليها شي قشره من الفوق وغادي نحتفظ بيه في الثلاجه ليله كامله صافي البيت من بعد هانتوما كتشوفوا من بعد ما خرجتو هنا من الثلاجه يعني دوز ليله كامله في خليته في الثلاجه دابا غادي نصب الخليط ديالي انا غادي نطلعه في العجانه اولا تطلعوا هكا بالطراب الكهربائي حتى هو راه كتجي فيه مزيانه يعني راه كيطلعها مزيان مهم اللي متوفر عندكم تقدروا تستعملوه يعني الطراب اولا العجانه صافي وغادي نطلع الكريمه ديالي على اعلى سرعه حتى كتولي متماسكه عينيها ديما كتشوفوا الكريمه كتكون متماسكه ويعني شاده فراسها مزيان باش هكا كتجينا ساهله نخدموا بها صافي هنا عندي لا جينواز اللي سبق لي شاركتها معكم وغادي نحط لكم الرابط في صندوق الوصف يعني اللي الجينواز كنصاوبها يعني ليله قبل وكنحتفظ بها في الثلاجه كتبقى مزيانه صافي هنايا يعني غادي نبدا باش نبدا التزيين ديال لاركيك كيف ما كتشوفوا خديت هاد الكارطونات هادو كيجي صراحه كيجيو ساهلين في الخدمه غادي نحط الطبق الاول ديال لاجينواز وغادي نسقي الجينواز ديالي مزيان بالنسبه للسيرو باش سقيت درت كاس ديال الماء مع كاس ديال السكر سنيده واحد سكر الفاني صافي طيب درتهم فوق النار حتى كيوسط يعني حتى كيبدا يغلي وكنطفي عليه وكنخلي السيرو حتى كيبرد كي ومن بعد كنبدا نسقي به الجينواز كيف ما كتشوفوا بالنسبه للجين سقوها مزيان باش ما تجيناش ناشفه وغادي نبدا نحط يعني الطبقه هكا ديال غادي نبدا نحط هكا الطبقه ديال الكريمه وهنا في الوسط غادي نقطعت واحد البسكوي هكا طريفات ودرتو هكا في الوسط تقدروا ديروا حتى الفواكه الجافه الا بغيتوا هكا واحد ال... يعني هكا القرمشه في اللاير كيك وبالنسبه لهاد الاضافات اجو يعني كيبقاو اختياريين وصافي وغادي نكمل دابا بنفس الطريقه صافي كيفما شفتوا سقيت الطبقه الاخيره ودابا غادي نغطي يعني الفوق والجوانب كامل بالكريمه مزيان يعني كيفما كتشوفوا البنات يعني كتغلفو مزيان يعني هكا الوجه ديالها والجوانب مزيان بالكريمه انا خدمت هنا الصراحه هنا باللوازم اللي عندي هكا متوفره في الدار يعني كاين بعض اللوازم اللي كي اللي كيتحتاجوا هكا في اللاير كيك المهم انا خدمت داكشي اللي متوفر هو اللي خدمت به وكنحاول هكا يعني نقاد هكا يعني باش يجينا ك... كنسرح بهاد السباتولا هكا باش يجينا الوجه ديالها مقاد ويجينا املس من الفوق صافي يعني بهاد الشكل هذا كاين الطريقه راه واضحه في الفيديو قبل ما نديرو الكاناج كندخلو هاد الثلاجه حتى كتبرد مزيان يعني بين 3 السوايع حتى ل 6 ديال السوايع يعني حتى كتبرد عاد كنوجدو الكاناج باش غادي نزينوها هكا من الفوق ودابا غادي نوجدو الكاناج اللي غادي نزينو به من الفوق غادي نحتاج 100 غرام ديال الكريمه السائله غادي نديرها فوق النار يعني حتى كتسخن مزيان وغادي نضيف على 70 غرام ديال الشكلاط اسود مقطع هكا طريفات وغادي نخليها هكا واحد جوج دي قا... جوج ديال قا... الدقائق دي دي ومن بعد غادي نخلطهم مزيان يعني حتى كنحصلوا على كاناج هنا يعني كنخلطو مزيان ما تيبقاوش هكا كويرات ديال الشكلاط اولا هكا الشكلاط لاصق في... يعني في الجناب ديال الزلافه يعني كنخلطوه مزيان وكنديروا الكاناش تينا هكا فشي قريه بهذا الشكل هذا وكنبداو نشكلو هكا دميعات من الفوق كيف ما كتشوفوا كيف ما كتشوفوا انا الكاناش هكا جاني اللون ديالو خفيف حيت مخليتوش الصراحه حتى يبرد خليته باقي دافى شويه داكشي علاش ما جانيش هكا ثقيل يعني كتخليه حتى كيبرد مزيان باش كيتجمع باش هكا يعطينا يعني لون غامق هكا فوق فوق الكيك ديالنا صافي بالنسبة للتزيين اللي كيبقى اختياري أنا هنا درت الاسم ديال بنتي آه يعني خديت الشكلاط عادي دوبتو وكتبت في كتبت فوق الورق ديال الطبخ ودخلت يعني المجمد حتى برد مزيان يعني كتبت الحروف ديال الاسم ديالها ودخلتهم المجمد حتى بردو من بعد زينت بيهم هكا بالفوق وغادي نزين هكا بلي بيسكوي يعني كيبقاو اختياريين يعني كل واحد يعني على حساب الاختيار ديالو والذوق ديالو هم انا حاولت هكا نحط داكشي صراحه عشوائي ما كانش عندي شي فكره على التزيين ومحاولت نقد هكا وصافي والتزيين كيف ما قلت لكم يعني كيبقى اختياري كل واحد يعني يزين بداكشي اللي متوفر عنده اولا اللي, اللي قاد عليه وصافي صافي وغادي نزين هكا الجوانب حتى هما صراحه الكاطو جا زوين بزاف وجا لذيذ ونتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وهكا لي يعني عندنا شي مناسبه يعني ماشي ضروري اعياد ميلاد اي مناسبه يعني التين كيبقى على لحسب حسب يعني لاش حضرتوه والمذاق البنات ما نعاودش لكم مذاق واعر يعني صراحه حسن كاع من داكشي اللي تنشريو هكا المخبزات شي حاجه ديال الدار لي زوينه ولذيذه واهم حاجه انا يعني نقيه وعارفين اش وجدو وهذا وهذا هو الشكل النهائي ديال لاركيك ديالي نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم ويعجبكم لاركيك قديت والى فيديو جديد ان شاء الله وشكرا للمتابعه